انا اول مره اجي هنا. انا جيت شرم الشيخ كتير بس دي اول مره اجي هنا حقيقه. انا سمعت في قاعه مارلين مونرو وقاعه باسامي ناس كتير، لسه عايز اشوفها، لسه عايز الف هنا يعني. هاخدك بقى شويه بالكاميرا دي ونقعد الف دلوقتي. و بس انا مبسوط ان في حاجه يعني في قريه ثقافيه كده بترعى الفن للدرجه دي يعني. انا مبسوط جدا بيها، و انا نيجي هنا كل يوم تقريبا.